اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط الرئيس، الشعب يريد اسقاط الرئيس. فزعه يا سوري فزعه، ثورتنا ما في رجعه، ثورتنا ما في رجعه، يا سوري اليوم اليوم، يا سوري اليوم اليوم، بدنا ثورة بعد الصوت، بدنا ثورة بعد الصوت. ما زالت الثورة السورية مستمرة 6 أشهر في ظل هذا الصمت العالمي وظل هذا الخزلان الذي رأيناه رأي العين، وما زالت سوريا تقدم الشهداء تلو الشهيد، ونحن نرى كيف تقتل الأطفال وكيف تنتهك الأعراض وكيف تستباح حرمات الله عز وجل. فها هنا خرج المسلمون في قبرص وخرج السوريون في قبرص ليقولوا كلمتهم، ليقفوا بجانب الشعب السوري وبجانب أهلهم في سوريا، ليقولوا للعالم وليقولوا لأهلهم في سوريا أنا معكم. لا أسد ولا سعدان، لا أسد ولا سعدان، ارحل يا كالب إيران، ارحل يا كالب إيران، لا أسد ولا حردون، لا أسد ولا حردون، ارحل عنا يا جردون، ارحل عنا يا جردون، لا أسد ولا لبوي، لا أسد ولا لبوي، ما بدنا رأي جدبي، ما بدنا دكتور جدبي، ما بدنا الله وين، يلا ما بدنا الله وين، ويلا ما بدنا الله وين، ويلا الشعب يريد اعدام الرئيس، الشعب يريد اعدام الرئيس، السوري بعيده بشار ما بنريده، السوري بعيده بشار ما بنريده، السوري بعيده بشار ما بنريده. يا ماهر ويا جبان، خذ قلابك عالشولان، يا الله يا قادر، يا الله يا قادر، يصب عمرك يا ماهر، يصب عمرك يا ماهر، يا الله شباب المصريين لهون يا شباب، يا الله يا جبان، يصب عمرك يا بشار، يصب عمرك يا بشار، يا الله يا رؤوف، يا الله يا رؤوف، يصب عمرك يا مخلوف، يصب عمرك يا مخلوف. إنما يعاني منه الشعب السوري، يعاني منه من قبلنا إخواننا في ليبيا، وأن الشعب السوري مجتمع يعترف بالمجلس الانتقالي ممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، وبإذن الله ستتوحد المعارضة السورية لتشكل مجلسا انتقاليا يمثل الشعب السوري، ويكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، ليكون آخر خطوة على طريق إسقاط النظام. هذا نظام، هذه مافيا، هدول ارهاب، هن الارهاب، هن الاستبداد، هن القمع، هن هدول نظام، هيك نظام يعيش هو ويقتل شعبه؟ فين نظام بيقتل شعبه؟ عمره 26 سنه شهيد ياسر اسطنبولي، عنده ولد عمره 2، تساله لابنه وين البابا؟ استشهد راح على الجنه، مين قتله؟ قتله الشرطي،
ولد عمره سنتين عاش القمع وخسر أباه ومرته حامل بالشهر السادس كمان. يا بشار باي باي بدنا نشوفك في نهاية يا بشار باي باي يا بشار باي باي بدنا نشوفك في نهاية بدنا نشوفك في نهاية ما بنحبك ما بنحبك ما بنحبك ما بنحبك يا شباب وصلنا لهوية الاتحاد الاوروبي ربنا كثير حلو عنا ناصر دور مامو ابتا من يقوم يفرا لابتين الزمن تون قوزمو كدين برواي جينوسي كدو اللاون دي سكيبرو ودي اللاون دي سريا ابتين دي سيقني خيازي دي ستيريكسي يا شباب إذا سمحتوا دقيقة صمت على أرواح شهداء سوريا يا شباب يا شباب إذا سمحتوا دقيقة صمت على أرواح شهداء